بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم عن سادس درس في المنهج، بنتكلم عن الرولر كوستر. ده تطبيق على conservation of energy. رولر كوستر هي بكل بساطة هو قطر الموت اللي احنا بنشوفه في الملاهي. عندي المسألة ديت، بقول العربية بتاعت الرولر كوستر الماس بتاعها 200 كيلو جرام. قال ان هو ابتدى من عند بوينت A، كان at rest يعني في A equal 0. عايز يحسب سرعة العربية ديت عند بوينت C اللي هي أعلى نقطة في اللوب، وعايز يحسب سرعتها عند بوينت B، وعايز يحسب الرياكشن رد فعل التراك على العربية، وعايز يحسب ارتفاع بوينت A من الريفرنس لاين. هحل المسألة دي ازاي؟ أول خطوة في الحل بشوف عندي كام بوينت، عندي كام بوينت، عندي 3 بوينت A B و C، وأطبق قانون conservation energy اللي هو بقول إن ال potential energy plus ال kinetic energy عند point A هتساوي ال potential energy plus kinetic energy عند ال B equal ال potential energy plus kinetic energy عند point C. ال potential energy بتساوي ايه؟ بتساوي mgh. طب ال kinetic energy بتساوي ايه؟ بتساوي half m v square. هنعوض في الايكويشن اللي فوق، يبقى عندي m g h a plus half m v a square equal m g h b plus half m v b square equal m g h c plus half m v c square. هلاحظ ان الماس كومون فاكتور في الايكويشن كلها، فانا هقسم على الماس m. هات بقى جي اتش اي، ارتفاع بوينت A من ريفرنس لاين، الدوتت لاين دوت، ودي خطوة مهمة جدا هروح اكتب عليها ريفرنس لاين. هو اللاين عند اوطى نقطة، ريفرنس لاين هو لاين عند اوطى نقطة. طيب ارتفاع بوينت A من ريفرنس لاين كام؟ اتش، يبقى اكتب كده جي اتش بلس سرعة العربية عند بوينت A بكام؟ هو قايل لي عليها ان هي بزيرو، يبقى الترم دوت راح. equal جي اتش بي، ارتفاع بوينت بي من ريفرنس لاين كام؟ هلاحظ ان بوينت بي على الريفرنس لاين، يبقى اتش بي بزيرو، يبقى الترم دوت هو كمان ماله راح. بلس هاف في بي سكوير، هاف الفي بي انون ماليش عنه حاجه، بالعكس هو عايز يحسبه، equal جي اتش سي، ارتفاع بوينت سي من ريفرنس لاين كام؟ انا ملاحظ ان ديت هي سيركل الريديس بتاعها 10 متر، يبقى الارتفاع دوت هيعبر عن الدايمتر اللي هو 20 جي زائد هاف في سي سكوير. هشوف سرعة العربية عند بوينت سي بكام، هي النون مش قايل لي عليه، تبقى في سي سكوير. تبقى ديت أول إكويجن عندي أو أول خطوة في حل المسألة. تاني خطوة بطبق، تاني خطوة في الحل بطبق قانون نيوتن. قانون نيوتن بيقول إن مجموع الفورسز اللي بتأثر على جسم بتساوي الماس في الاكسلريشن، والاكسلريشن هنا اللي عندي بتساوي في سكوير على ار. يبقى قانون نيوتن اللي انا هستخدمه هيساوي ام في سكوير على ار. فقلنا يبقى سيجما الفورسز ايكوال ام في سكوير على ار. طيب انا عندي كام بوينت؟ عندي في المساله هنا 3 بوينت. طب هطبق النيوتن هنا عند اني بوينت؟ عند البوينت اللي عندها ريديوس. عندي كام بوينت عندهم ريديوس؟ عندي 2 بوينت، بوينت سي وبوينت بي. يبقى هطبق قانون نيوتن مرتين، مره عند بوينت بي ومره عند بوينت سي. اكتب كده ات بوينت بي ات بوينت سي، وارسم شكل العربيه عند بوينت بي مره وشكل العربيه عند بوينت سي مره. عند بوينت بي هلاحظ ان الوزن لتحت ورد فعل التراك لفوق، عند بوينت سي الويت لتحت ورد فعل التراك نفس الكلام، سوري، عند بوينت سي العربية جوه اللوب ما بتمشيش بره اللوب، فهيبقى عندي الوزن لتحت وعندي رد فعل التراك على العربية نفس الكلام ايه لتحت. فين السنتر بتاع اللوب اهوت؟ فين السنتر بتاع اللوب اهو؟
طيب ونكتب قانون نيوتن سيجما الفورسز ايكوال ام في في سكوير على ار بي، وهنا سيجما الفورسز ايكوال ام في سي سكوير على ار. طيب مين اللي بيحدد البوزيتيف هنا والنيجاتيف؟ الفورس اللي داخله للسنتر تبقى بوزيتيف، الفورس اللي خارجه من السنتر تبقى ايه؟ بتبقى نيجاتيف. هنا بالنسبه لبوينت بي، فين الفورس داخله للسنتر؟ عندي الان بي، فين الفورس خارجه من السنتر؟ اللي هي الويت ايكوال ام في بي سكوير على الار بي. طب وهنا فين الفورس داخل للسنتر؟ هلاحظ ان الاثنين داخلين للسنتر، يبقى ان سي بلس الويت ايكوال ام في سي سكوير على ار سي. طيب نيجي عن البوينت سي الاول. هو قال لي انا عايز السرعه سي اللي تخلي العربيه تعدي وزاويه. نكمل بقى يا جماعه. احنا قلنا بطبق قانون نيوتن عند البوينت اللي عندها radius، وهو قايل هنا في المساله ان هو without leaving the track. دي معناها ان النورمال رياكشن عند بوينت سي بتساوي 0. يبقى without leaving the track دي معناها، ممكن نكتبها هنا without leaving the track، دي معناها النورمال رياكشن عند بوينت سي هتساوي 0. تعال نعوض، يبقى هنا 0 والويت بيساوي الماس في الجي ايكوال ام في سي سكوير على الار سي. الار سي بكام؟ عندي ب 10 متر. نفس الكلام، هلاحظ ان الماس هروح مع الماس، يبقى عندي الفي سي سكوير هتساوي 10 جي. لو احنا اعتبرنا الجي بتساوي 10 متر بير سكند سكوير، يبقى الفي سي هتساوي 10 في 10، يعني الفي سي هتساوي 10 متر بير سكند. جبت الفي سي، اعمل ايه؟ ارجع اعوض فيها في الخطوه الاولانيه اللي هي ديت. ناخد صفحه ثانيه ونكتب الايكويشن، ونكتب الايكويشن تاني بال جي اتش ايكوال هاف في بي سكوير ايكوال 20 جي بلس هاف في سي سكوير. انا عندي هنا نعوض جي اتش ايكوال هاف في بي سكوير ايكوال 20 جي بلس هاف. الفي سي سكوير احنا جبناها بكام؟ جبناها ب 10 جي، احطها زي ما هي 10 جي. هاخد دولت مع بعض مره، يبقى عندي الفي بي سكوير هيساوي 40 جي زائد 10 جي، يعني هتساوي 50 جي. يعني الفي بي هتساوي روت 50 في 10، لو هنعوض عن الجي ب 10 يبقى هتساوي روت 500. نحسبها بالكالكليتر، تساوي 22.36 متر بير سكند. طيب جبت ال في بي، ارجع اخد الاتنين اللي بعديهم اللي هما دولت. يبقى عندي ال جي اتش ايكوال هاف ال في بي سكوير، اللي قلنا هي بكام؟ 50 جي. يبقى عندي ال اتش هيساوي، طبعا الجي هتروح مع الجي، هتساوي كام؟ 25 متر. يبقى انا جبت كده ال في بي وجبت ال اتش وجبت ال في سي. فاضل كده ان انا احسب ال ان بي. احسب ال ان بي ازاي؟ ان انا اشتغل عند بوينت بي، ان بي عندي انون والويت بيساوي ام في جي، الماس قال لي 200 كيلو جرام والجي قلنا ب 10 ايكوال ماس هنا قلنا 200 في الفي بي سكوير. الفي بي سكوير جبناها ب 50 جي، يعني 50 في 10 اهي. نعوض هنا الماس ب 200 والفي بي سكوير جبناها ب روت ب 50 جي، والار بي بكام؟ ب 10. الار بي هي نفسها الار سي لان هو الشكل عندي سيركلر. يبقى عندي الان بي هيساوي
هيساوي 1200 نيوتن، سوري هيساوي 12000 نيوتن. كده يبقى جبت ايه كل اللي هو عايزه في المسألة. شكرا.